من الأخبار اللي معانا امبارح أبرزها، تلقى الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصالا هاتفيا من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، وتناول الاتصال الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي. وشدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذرا من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية بما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع وكذلك على السلم والأمن الإقليميين. امبارح كمان ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها الجديد في العاصمة الإدارية الجديدة، وقال خلال الاجتماع أن الرسالة الأهم اللي بيستهدفها تلك الزيارة والجولات الميدانية المختلفة بالمحافظات في هذه الفترة هي إبراز نتائج دعم قطاع الصناعة واللي أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير. أخبار كتيرة مهمة حصلت امبارح، أبرزها تلقي الرئيس عبد الفتاح السيسي اتصال هاتفي من رئيس الوزراء الهولندي مارك روتا، تناول اتصال الأوضاع في قطاع غزة والجهود المصرية لاستعادة الاستقرار الإقليمي من خلال التوصل لوقف إطلاق النار في القطاع وإنفاذ المساعدات الإنسانية. وشدد الرئيس على ضرورة وقف الحرب الجارية، محذراً من أي عمليات عسكرية في رفح الفلسطينية وما ستسفر عنه من تداعيات كارثية على الوضع الإنساني في القطاع وأيضاً على السلم والأمن الإقليميين. امبارح استقبل الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء بمقر الحكومة بالعاصمة الإدارية الجديدة أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب بمملكة البحرين والوفد المرافق له اللي ضم عدد من أبرز أعضاء مجلس النواب البحريني. وأكد مدبولي الدعم المصري الكامل لجهود استضافة البحرين للقمة العربية 33 المقررة في شهر مايو 2024، مشدداً على حرص القاهرة على التنسيق الوثيق مع المنامة فيما يتعلق بمخرجات القمة، كما أعرب عن تطلعه لتحقيق التضامن بين الدول العربية خلال القمة بما يعكس وحدة الصف العربي في مواجهة التداعيات الخطيرة التي تواجه الدول العربية في هذا التوقيت الدقيق، لا سيما الحرب الإسرائيلية على قطاع غزة. امبارح الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء عقد اجتماع لاستعراض مقترح وثيقة السياسات الضريبية لمصر 2024-2030، وخلال اللقاء تم التأكيد على أن الهدف الرئيسي من أي سياسة ضريبية هو تحقيق العدالة والكفاءة والكفاية الضريبية وسهولة التطبيق. لذلك فإن هذه الوثيقة تهدف لتوضيح منهج وزارة المالية لتحقيق التوازن بين هذه الأهداف خلال السنوات من 2024 حتى 2030 من خلال إصلاحات مخططة ومتوازنة يتم التوافق عليها من خلال حوار مجتمعي يضمن الاستقرار في بيئة الأعمال. امبارح ترأس الدكتور مصطفى مدبولي رئيس الوزراء اجتماع الحكومة الأسبوعي بمقرها في العاصمة الإدارية الجديدة لمناقشة عدد من الملفات الهامة، وأكد رئيس الوزراء أن الرسالة الأهم اللي بتستهدفها الزيارة والجولات الميدانية المختلفة بالمحافظات في هذه الفترة هي إبراز نتائج دعم قطاع الصناعة اللي أصبح يؤتي ثماره في العديد من القطاعات الإنتاجية. وأشار إلى أن الدولة عندما تهتم بهذا الملف وتعمل على حل مشكلاته وتذليل المعوقات فإننا نجد مردود إيجابي يتمثل في مؤشرات جادة للتشغيل والإنتاج والتصدير، ضاربًا المثل بمشروع تصنيع إطارات السيارات الملاكي اللي بدأ إنتاجه، ومشددًا على أن الدولة جاهزة بكل الحوافز الممكنة لدعم هذا القطاع. امبارح تقدم رئيس مجلس الوزراء خلال الاجتماع بالتهنئة بالإنابة عن أعضاء الحكومة وبالأصالة عن نفسه لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة والفريق أول محمد زكي وزير الدفاع والإنتاج الحربي القائد العام للقوات المسلحة ولجميع رجال القوات المسلحة البواسل والشعب المصري بمناسبة الذكرى 42 لعيد تحرير سيناء. نروح مع حضراتكم دلوقتي لخارج القاهرة وجولة مع أخبار المحافظات، والبداية من شمال سيناء. تم افتتاح مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بتكلفة تصل ل 11 مليون جنيه. أما في البحر الأحمر فتم إطلاق المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة. كمان امبارح في الإسكندرية تم الإعلان عن جاهزية المحافظة لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى لعلاج أمراض الصدر، وفي الوادي الجديد تم توريد 43 ألف طن قمح للشوان والصوامع. تفاصيل وأخبار أكثر في سياق هذا التقرير.
محافظات مصر شهدت امبارح أخبار كتيرة. في الوادي الجديد أعلنت مديرية التموين عن استلام 43,609 طن من محصول القمح من مزارع المحافظة، وده في إطار جهود الدولة لتحقيق الأمن الغذائي وتعزيز الاكتفاء الذاتي. وتمكنت الدولة من توفير احتياجات المحصول من صوامع غلال الجاهزة لاستقبال الأقماح من التجار والمزارعين في مركز الخرجة، بطاقة استيعابية 45,000 طن، وشرق العوينات بطاقة استيعابية 60,000 طن. في شمال سيناء افتتحت المحافظة مدرسة الطويل للتعليم الأساسي بإدارة العريش التعليمية بعد إحلالها وتجديدها بمبلغ 11 مليون جنيه، وبيأتي ذلك ضمن افتتاح عدد من المشروعات التنموية والخدمية في شتى القطاعات بمناسبة احتفال محافظة شمال سيناء بعيدها القومي والذكرى 42 لتحرير سيناء. في سوهاج أعلنت شركة مياه الشرب والصرف الصحي أنه بيتم المرور والتفتيش على كافة المواقع ومحطات المياه ورفع كفائتها ووضع خطط إصلاح سريعة وبرامج زمنية لإصلاح أي أعطال وعمل كافة الصيانات اللازمة ل 255 محطة مياه على مستوى المحافظة، وأيضاً وضع سيناريوهات للأزمات المحتملة وسبل وآليات التعامل وحلها وفقاً لمنهجية علمية ومدروسة. في البحر الأحمر شهدت المحافظة انطلاق فعاليات المرحلة الثانية للمبادرة الرئاسية 100 مليون شجرة اللي بتتضمن زراعة 11,000 شجرة بمدن الغردقة، سفاجة، القصير والشلاتين، بالإضافة لزراعة العديد من الأشجار المثمرة. في الإسكندرية أعلنت المحافظة عن تقديم جميع سبل الدعم الممكنة لدعم الملف الصحي بالإسكندرية، وإن المحافظة على أتم الاستعداد لتخصيص قطعة أرض لإنشاء مستشفى متكامل لعلاج أمراض الصدر والحساسية، وده بالتزامن مع انطلاق فعاليات المؤتمر الدولي 59 للحساسية والمناعة اللي بيمتد لمدة 3 أيام. في الغربية نفذت مديرية الزراعة يوم حصاد لحقل محصول بنجر السكر بقرية الهياتم التابعة لمركز المحلة الكبرى، وبتعد الغربية ضمن المحافظات الرائدة في زراعة محصول بنجر السكر اللي بيعتبر من الزراعات التعاقدية اللي بتدر هامش ربح للفلاح.